الله الرحمن الرحيم. أزرو أغدو. يقع هذا المكان في أعالي جبال بلدية مزرانة داير تكزيت ولاية تيزي وزو، ويبعد على مدينة دلس بحوالي 25 كيلومتر. واسم أزرو أغدو متداول منذ القدم عبر الأجيال، معروف على مستوى الوطني، يعرفه العام والخاص. وتعود تسمية هذا المكان الأكثر واقعية بأزرو، يعني بالقبائلية الصخرة، وأغدو نوع من النبات متواجد بكثرة في المنطقة. وأول إنسان استقر به الداعية سيد علي وحمزة والوالي الصالح، الذي انتقل إلى هذه المنطقة بعد الفتوحات الإسلامية للمغرب العربي من مكان يدعى السقية الحمراء وواد الذهب. والحكاية كيف احتل الحقل المكان هذا، هو نهار اللي كان جاي يحوس على مكان يستقر فيه هو والعائلة ديالو. الحق في فصل الشتاء، ذاك النهار كان الشتاء، البرد، قسوة الطبيعة. هو والعائلة ديالو يحوسوا على مكان وين يتخباو. من بعيد حتى ظهرت الصخرة هذيك والتجأ إليها، واحتمل دخل الكهوف والمغارات اللي فيها، وقعد مدة قصيرة تما، ومن بعد انتقل إلى منطقة واحدة أخرى اللي تدعى الآن ثلاث غرس، هو والعائلة ديالو، واستقر وكون عرش، والضريح تاعو مازال متواجد إلى يومنا. وتخليدا لهذا الولي الصالح وتقديرا له، أنشئت في هذا المكان مدرسة قرآنية، وأصبحت قبلة للطلاب حفاظ القرآن. والنظام اللي كان في هذا المدرسة هذا نظام داخلي، هو عبارة عن سكنة عسكرية، حيث كان الطلاب يقيمون لمدة طويلة، كاين حتى عام ما يروح يشوف الماضي، وكانوا هما اللي خدموا يقوموا بالأعمال اليومية بنفسهم، في غسل الملابس، إعداد الأكل، وتنظيف المكان. ولم يخطر هذا المكان عشوائيا، وإنما اختير لموقع الاستراتيجي الهام. ومن ميزات هذا المكان الهدوء والسكينة والإطمئنان ونقاوة الهواء وعذوبة المياه المتوفرة اللي تساعد الطلاب على التركيز.
كانت تقام مرة كل سنة زردة المعروفة تحت اسم زردة أزرودو، وهي عبارة عن سوق كبير يأتيه الناس من كل نواحي الوطن، ويعتبر ملتقى لكل عروش المنطقة. وكانوا التجار يجوا ليلة مقبل يباتوا ثم ويحكموا أماكن تاعهم، الصباح بكري ينوضوا ويعرضوا السلعة تاعهم، ويجوا الناس يشريوا ويقضيوا الاحتياجات تاعهم اليومية. ومن بعد ما يكملوا يصعدوا للساحة تاع المدرسة، أين يقدمون تبرعاتهم ما يسمى بالوعدة، وهذه الأموال التي تجمع كلها تذهب وتصرف على الاحتياجات المدرسة